حماس جمهور حمص الذي التقاهم لأول مرة على مسرح قصر الثقافة أسهم بأن يقدم الأطفال واليافعون من فرقة فرح صافيتا أمسية موسيقية كلاسيكية بعنوان بيانو بين الماضي والحاضر، والتي اتسمت بالجمال والفرح. بيانو بين الماضي والحاضر، المقطوعات كان في مقطوعات من العصور الوسطى، بيانو كلاسيك بحتي، هي القادمة من الحاضر مثل مقطوعة بيتهوفن مثلا، بحيرة البجعة تشايكوفسكي، بس مثلا عندنا المقطوعات الحديثة يعني تشارداس حديثة، لذلك سمينا الأمسية بين الماضي والحاضر. اليوم شاركت بمعزوفة اسمها نكتورن لشوبان، ومعزوفة اسمها فور إليس لبيتهوفن، ومعزوفة اسمها لا كومباسيتا، ومعزوفة اسمها هنغارين دانس. كان عندهم رغبة انهم يجوا على حمص، يمكن هني اول مرة بيطلعوا برات صافيتا، فصار هالاتفاق وهالتعاون. حكينا مع مدير الثقافة هون، بتعرفي كمان في تجاوب وإيجابية كبيرة، فكانت فكرة أنه هالفرقة تطلع من المحلية تبعيتها وتجي على حمص. أعضاء الفرقة قدموا عددا من المقطوعات العالمية الشهيرة وأخرى شرقية، وكانوا ملفتين نظرا لإمكاناتهم وأدائهم الأشبه بالاحترافية رغم صغر سنهم. كثير حبيت اللي قدموا، رائعين جدا، وفعلا يعني كثير انبسطنا واستمتعنا. هيك أمسيات بتزرع الأمل، الأمل بأنه هذا الجيل اللي هلأ صاعد، أنا بقول الأعمار الصغيرة للمشاركين بتعطيكي عن جد هذا الإحساس بأنه قدين إحنا مقبلين على بكرة حلو. فرقة لطيفة جدا، حبيت الخيارات اللي قدموها، عملوا هذا المزج الجميل بين الشرق والغرب. والله شيء حلو، شيء رائع، ببراءة وكل شفافية عم يقدموا، يعني كل هيك لطافة. متعوب عليهم عم يعزفوا صح، ويعني كثير هيك أنا فرحت إنه ناس كويسين وتعبانين على حالهم وجايين من صافيتا لحمص. يعني فرقة بتجنن، متميزة جدا بالنوع الموسيقى، المستواها العالي، المهارات، المواهب، الأطفال يعني كلهم على مستوى عالي. يشار إلى أن فرقة فرح صافيتا هي فرقة متكاملة، والتي أسستها الفنانة منال الشمالي، مقدمة خلال هذه الأمسية صورة عن جمال صافيتا وثقافتها بطابع فني مميز. من مسرح قصر الثقافة بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.